عايز ثلاث سؤال. اغلب اسئله الامتحان في مستوى المتوسط ولا السهل ولا الصعب؟ لا يعني متوسط او اقل. لو انت مذاكره لا الامتحان جميل قوي. يعني لو حد من الاسئله مثلا مش متحرفه او مثلا جايب لك من باب اول على باب رابع، لا مباشر وكل حاجه جايه من كتاب المفاهيم. كتاب المفاهيم في اللي يعتبر المنهج كله. تمام. طب عايز اسالك سؤال تاني، هل لو حد مذاكر ليله الامتحان هيقفل مثلا ولا هو مش سهل قوي كده؟ لا مش الدرجه دي. لازم يكون بادئ من اول السنه. الامتحان كان عامل ازاي؟ الامتحان كان تحفه، نشكر ربنا. كان تقريبا الليله اللي فيها تركات 3 معانا. طيب والمراقبه اخبارها ايه؟ هي بصراحه ولا شده قوي ولا هي كانت سايبه خالص، يعني كانت مش خانقنا ان احنا مش عارفين نبص جنبنا والشغل ده. لا كانت تمام، كانت حلوه قوي. هل الاسئله بتاعت الامتحان مستوى السهل ولا المتوسط؟ ولا عشان انت مذاكره كويس؟ لا المتوسط، عشان يعني بصراحه هي كانت جايه في مستوى المتوسط. يعني لو الناس ما كانتش مذاكره قوي قبل الامتحان كانت ممكن ما تعرفش تحل كويس. يعني يعني هو ولا صعب قوي ولا سهل قوي، مستوى اللي مذاكر كويس اللي مذاكر نص نص لم من المنهج اللي ليتها مثلا كده يعني. بس تمام ماشي اوكي. ماشي قوي.